أزول، السلام عليكم. إثما ذي السماء ستم إن شاء الله أتفق كنيو مليح ذي جنخضاع تما ذا عفان الطاس مهم ذا عفان وني إخسن أديكسي فين عاشين سن زي المغرب ذا أوروبا محمد السادس ني غفي ثير العصابة النس من جين جين برخصت تسمى جينيج المبلغ تصفغت 600 طورو سني زي كويثار ذا اوروبا تسمى ممنوع تصفغض كتا زي 600 طورو زي المغرب غا اوروبا مهم باري المغرب اوروبا ني غاميريكان ني باري المغرب ممنوع تصفغض كتا زي 600 طورو من السبب منايا مش تغنى جيجن فيدي على يثمات سويثما أو دي قا الطاس نيوذان خصنا تصوفهم ثين غاشي نسن ذا غا أوروبا مهمي تغاد أفيثار نيغ المغرب إفاق المعلومات خ وشعبي ومغربي نيغ مهم المهاجرين المعلومات أك أوروبا تسمى مار الممتلكات غاش دي المغرب يشتد المعلومات المغرب اي اوروبا مني كانت تسمى من قال العصابه قال العصابه نيشان هي تما سويسرا مني كان محمد السادس المجرم السفاح طال العصابه النس كين در قانونه ونيتا الصفون در قانونه جديد باللي ممنوع تسمى المهاجرين ممنوع الصفغان كتا زي 600 طورو برا المغرب تسمى الصفر در قانونا اقاس شنطن خفن زربن العصابة ما يمي تخيثي در حموية يثمى تسويثمى ولك تايني ان در العصابة ازانا نغي يثمى رمي تغان قاقبر او دي بنادم يخصد دي الصفوغ ثين عاشين ناس قاثين عاشين ساقرين نسي غازين دي المغرب ني ويجبو ذي لامان طون قاري ثايف ما تسمى ذا ماشي نتاع تابي كني ونقرا امو زوينات باش تسنم خميدا ونتاويش المعلومات باش نبقى عندك المجهودات النار انت ورا هذا الواجب باش تناول المعلومات كي مثلا دي تنفاق اك الشعب اكيف مثلا اك المهاجرين شو لي هذا نشتوريخ ذي جن خبا ضعفان اني اخسادك سين فين عاشين سن سنيزك في ثار هذا سنة استثمان دانيتين نيغ قنشا المشروع نيغ من اين نيف ما تسوي ثما صفو نزر قانون كي ناس خفن زربان شنطن مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد تما يتفانق ما يمي وصل نجيبو الاحتياط قبر لان نيف ما ثنق قبر رمي تسمى طغن تقل لايفا ثو دي كسنتين عاشين ومزي البونو كذويناه الطاس نيريفيين كسنتين عاشين سنت صاور نتسنتين عاشين سنت ما بينه منش دير وقت اني طغاري ذي نشا حاجة نتن عاشين نقيغ الوكالة يجي العائلة اكسي دي قرينو تسمى نش فرانك يوفي ثار نيغي محمد السادس والو ما يمي ثين عاشين المهاجرين ما راي تستفاد زي سنت محمد السادس العصابة الخويا ثمات سويت ماذي تسامحم أدق غيجن المقطع صدارجة باش نصيوض ثابرات العموم شنو تجيبو ذا عنصرين أزول السلام عليكم الإخوان الأخوات كان واحد الخبر يمكن ما غاديش يعجبوكم الحال لي ما غايعجبش الحال لي بغى يخرج الفلوس ديالو من المغرب كنهضر على المهاجرين اللي ساكنين برا المغرب اللي بغى يخرج الفلوس ديالو الاخوان الاخوات عنده ماكسيموم 600 يورو عنده الحق يخرجها برا المغرب واخا عندك مليون يورو ولا شحال ماد الفلوس في هذيك الدوله خرجوا القانون جديد داروا له شنطن علاش خرجوا هذا القانون شنطنا الإخوان والأخوات لحقاش محمد السادس قاسو الصهد علاش قاسو الصهد
هو عارف باللي بزاف د المهاجرين غادي يسحبوا الاموال ديالهم من البنوك ديال المغرب، غادي يجيو يستثمروا هنا في اوروبا. علاش؟ لحقاش المغرب دار التبادل مع اوروبا على الممتلكات اللي عندهم المهجرين هنا في اوروبا في المغرب. يعني بزاف المهاجرين ما عجبهمش الحال باللي المغرب قسم هاد المعلومات مع اوروبا، وبزاف الناس غادي ينضروا اللي عندهم الممتلكات في المغرب بالخصوص اللي كيستافدوا من الصوماج غادي ينضروا هنا. يعني شنو دار محمد السادس؟ كما قلت لكم الاخوه والاخوات، دار الشنطن، خرج قانون جديد باش تشوفوا عصابه الاخوان، خرج قانون جديد قال لكم العام سيدي ممنوع تخرج اكثر من 600 يورو برا المغرب. الله اكبر. يعني هذا الاخوان ملي كنقولوا راهم عصابه، راهم عصابه بمعنى الكلمه. تقاسوا، شبر لهم الحريق، شبر لهم السخانه، خرجوا لك القانون الجديد. احنا عارفين ما كاين لا قانون ولا هم يحزنون. يعني القانون كيخرجوه فوقاش ما بغاو هما، لحقاش في صالح ديالهم. ما كيخرجوش القانون في صالح الشعب، وانما كيخرجوا القوانين اللي غادي يستافدوا منهم هما. محمد السادس العصابه ديالو والحاشيه ديالو كامله. كنت اسفوا بزاف الاخوان الاخوات، حنا دابا اكثر من 3 سنين كنكونوا كنحذروا من هاد الالاعيب ديال هذيك الدوله الفيثاريه. كنت كنقول لكم الاخوان سحبوا الفلوس ديالكم، الابناك ديال المغرب اجيو استثمروا في البلاد فين كتعيشوا. اما هذيك المغرب الفلوس ديالك ولا الممتلكات ديالكم ما راهمش في لامان. و ها كنبينوا لكم باللي الممتلكات ديالكم ما راهمش في الامان مع الاسف الشديد. بنادم الحياه ديالو كيشقى كيعيا كيضرب التمره، يجي محمد السادس يخرج عليه. يعني الاخوان بنادم باش يعرف هنا باللي محمد السادس ما كيبغي لا شعبه، لا سواء اللي في الداخل لا سواء اللي في الخارج. دائما كنقولها، حنا كنقول هاد الهضره، حنا ريفيو الشتات ولا ما المهجرين كيشوفوا فينا غير العمله الصعبه باش يمشي يديها لبنما باش يشري فيها بها السوايع ديال مليار اورو، وزيد 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 وزيد. لو كان هاد الفلوس ديالنا كيستنفع بها ولاد الشعب ما يقيسيناش الحال. ولكن الاخوان دابا شنو نقول لكم؟ كما كيقول واحد، ترين عرفات. السلام عليكم.